قايت هذا اليوم ضيفنا اسم مهم في التمثيل وفي الإخراج زيادة. الفن عندهم وراثة من البو للخو للخويت الكل للأم زيادة. عائلة فنية بامتياز كبيرة برشا أجيال وراء أجيال دخلوا الضحكة لكل ديار. بوهم دخل الضحكة لديار التوينس الكل. هو غني عن التعريف معانا اليوم دليل نهدي فيه خفيف نظيف. نضيف دالي بونجور. بونجور تعري بحري. بونجور خويا الحمد لله. وانت جوك باهي؟ الحمد لله جوي باهي. وانت عثمان أبب ذكر وقت جيتك للدار؟ يا حسرة يا حسرة خويا. عملنا ذيك في البدايات البدايات ذيك قبل البدايات قبل البدايات ذيك قبل قبل البدايات وكنت جيتني بكل صدر رحب ومحليك على الاخر صاحبي. محلاها قداش نفرح كي نرى حاجات من نوع دومة عبيد تبدا بشويه بشويه وتطلع وتبارك الله كي ناجح ومتالق. شكرا ليك. الف صحه وان شاء الله يا خويا من نجاح الى نجاح ان شاء الله. ربي فضلك دالي. قبل كل شيء قبل ما نحكيو على الجديد نتاعك خويا نحب نطمن على الوالده. الوالده اللي جات بيريود دالي جمعه التالي ولا جمعه ونص التالي تعديت بوعكه صحيه صغيره وانت هبطت انت وخوك والعائله الكل هبطوا على مدام سعاد محاسن. كيف حالتها تو؟ والله نجم نقولوا في معناها توا قال الراجل كيما تعرف العباد الكل معناها توا في ايتا افونسي دو لا مالادي دالزايمر. احنا جمعتين التالي خفنا على خاطر فيك ما عادش تتحرك برشا فقنا بدي ديسكار جاوا في بلايص معناها حساسه كيما الظهر والبصان دونك هاك علاش خفنا برشا. J'ai dû personnellement prendre les choses en main ou بدلت البروتوكول الكل نتاع الوقايه نتاعها من هي ملي كانت بروتوكول نتاع وقايه باش ما يصيروش لي زيسكار تو كي صاروا لي زيسكار دونك ولينا بروتوكول نتاع باش نبراو من لي زيسكار والحمد لله يا ربي غوزمون خدينا اون ابري اون شارج رابيدمون الحكايه هذيا وتو نجم نقول سوغ لو بلون مالادي دالزايمور سي اسي ستابل مي سي ان ايتا افونسي دو لا مالادي مالوغوزمون. اما او نيفو دي زيسكار الحمد لله يا ربي معناها ونحب نشكر بالمناسبه هذه الناس الكل اللي وقفت معايا وعاونتني سي الدكتور محمد علي سبيعي الدكتور تركي وبيان سور مرتي اللي هي في نفس الوقت اختي مش مرتي على خاطر تحب ولا تكره امي معناها امراه والمراه تتكشف على المراه اكثر دونك مرتي هي اللي قايمه بالواجب الحاجات انتيم سيرتو دونك نحب نشكرها وربي فضلها وميرسي الناس الكل اللي تسال عليها وانتم والناس كل الحق اللي يسالوا على الوالده واجب هذا. وحاجه باهيه زاد نحب نسال نحب نشكر العباد الانونيم خاطر باغ اكزومبل فما دي شوز دي ميديكامون ولا دي بونسمون معناها حاجات سبيسيال ما فماش في تونس دونك زوجتي كتبت على لي ريزو سوسيو معناها ساعات تحط مثلا شكون جاي ولا حاجه الحق نتاع ربي معناها وليت نقول لها يزي معاش تحط راه ولا عندنا برشا اكثر من لازم. العباد تجيب انونيم ما نعرفوهمش يجيبوا يقولوا لنا فنانه كبيره سعاد محاسن معناها وكي يجي باش نخلصهم معناها كي يجيو في المطار نقول له يعطيك الصحه بارك الله فيك قداش نتاعك تقول لي زيد تو امبوسيبل معناها فريمون هذه حاجات ما تشتريش بالفلوس معناها حب الناس بالحق معناها يقول لي اكثر حاجات نجم يربحها الفنان الصادق هو نوعية الحب هذا حب العباد بيان سور هذا شيء نجم يربح وهذا واجب راهو دالي. الفنانة سعاد محاسن عطات برشا للفن في تونس وهذا واجب ومينيموم منا نحن انه نسلوا عليها ومن الناس اللي تقول انت ليزانونيم لانه عطاتهم برشا. دخلتوا كما قلت في الانترو عائلة النهدي دخلت الفرحة والضحكة لقلوب التوانسة الكل. دالي ابارسا الكورونا خويا اش عامل في الكورونا؟ والله مانيش مختلف برشا على العباد نعاني من الكورونا. انا بيرسونيلمون مرت به عندي 5 شهور انا والمدام وولدي الصغير يوسف 5 ans عملنا بالضبط 17 يوم في الدار ما خرجناش حتى الولد الصغير ما هزيتوش للروضه دونك تحملنا المسؤوليه قال الراجل وقمنا باللازم فهمت دونك برينا الحمد لله يا ربي توا فوق لومومون ونسي دو بروندر لو ماكسيموم دو بريكوسيون نحاولوا نحافظوا اكثر ما يمكن نخرجوا لو مينيموم بوسيبل. انا معناها تكاد الباركور نتاعي معروف دار البنكه
فارماسي امي ونروح. كهو خويا واخر العشيه كيما اللي طبعوا فيا الناس الكل اخر العشيه نقولوا نخرج وحدي نعمل لك الجاريه نتاعي يا خويا ديك ما ما ينحيها لك حد. اي فوتينغ لندنيا الدنيا لندنيا هذيك تونيزيان توا خويا اي تونيزيان كل عشيه خويا نخرج نعمل ساعه ساعه وربع وحدي اونسولو ونروح. وسايس روحك خاطر المره اللي عندنا سوفينير خايب مع الفوتينغ دالي نهار اللي ضربتك الكهرباء سايس روحك والعباد تسايس العباد اللي في الكياس يجري وخاطر برشا عباد بالكهرباء ما يراوش العباد اللي في هو صحكه وين هو صحكه وين. انا بعد ما كليت خل الراجل الاكسيدون اسمع تو نحن نفدوا كوباء بس سيتي ان اكسيدون مورتال انا قعدت في غيبوبه قرابه ساعه وقعدت نهارين في الغيانيماسيون اما الحمد لله يا ربي رضا الوالدين وفعل الخير هذاك شنو نقول وقفلي والحمد لله. ولكن بعد الاكسيدون هذاك رجعت نجري بشوي بشوي عاد عندي البرومناد نتاع اللاك هذيك اللاكسنين هذاك البرومناد رجعت نجري غادي وحدي بشوي بشوي هكا بديت بدون ما رجعت عاد انا نجري وجا واحد يجري بالبسكليت خمسين مش مانع معناتها لا 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 موتورات لا لا كراهب لا بسيكل اسمعني صدقني لما لازم تغص عليه يا ودي انا صحت بالضحك وحدي هيك ليه جمريني يا دوال سيس روحك دالي سمعنا بفيلم فيلم جديد وين قاعد معناتها سي كمل الفيلم وفي التورناج ودخلت في مرحلة المونتاج تو هو راهو معناها بعجالة انا وصلت للمرحلة اللي نحاول فيها تو اون توكا قدر الامكان اختيار الحاجات اللي نحب نعملها فهمت دونك كان عندي اقتراح عم ناول في مسلسل اللي اقتراح نتاع ضيف شرف رفضته لانه العامين الاخرانيين الحق نتاع ربي معناها عملت مرتين ضيف شرف دونك معناها كاو يجي معناها حاجة كاو تو يلزمنا نرجعوا للتلفزه نرجعوا بالقوي ولا ما نرجعوا للدور هكا ترى انت قاعدين يعاودوا في المسلسلات اللي عندي فيها دور بطوله وتبارك الله سوكسي كبير مثلا عوده المنيار انا السوكسي اللي عشته في اعاده عوده المنيار في الحجر الصحي الاول ما عشتوش وقت خرج المسلسل لا فيريتي دي لا فيريتي بالحق خاطر علاش خاطر خرج 2015 وقال لي هو 2005 ولا 2006 المسلسل وقتها ما فماش لي ريزو سوسيو ما فماش الانترنت وفضل الانستغرام فكنت كي تعاود في الحجر الصحي الاول والعباد الكل في الدار وفما لي ريزو سوسيو معناها هب انا بيدي معناها جيتي اغريبلمون سوربري بار لو سوكسي وعاودوه تو مره اخرى دونك خلاصه التلفزه يا نرجعوا دور باهي ومهم وفي قيمه انتظارات العباد بعد العوده هذيا ولا الاعاده نتاع المسلسلات هذيا والا في الاخراج والا خويا هكا فما اعمال اخرى تو ما زدت كي صورت فيلم كممثل مع المخرج المتالق رفيق عمراني سيتي نوفيل اكسبيريونس حلوه برشا خاطر سيت ان دوكيومونتيغ فيكسيون تري تري سبيسيال مصور في الصحراء في ظروف صعيبه برشا ان شاء الله تشوفوا حاجه باهيه وكمان تصوير الشريط الطويل نتاعي الاول بروميي لون ميتراج اللي تو احنا في وضع اللمسات الاخيره قاعدين نخدموا على نار هاديه خاطر كما تعرف ريان نو بريس اوجوردي ما عندناش لا سورتي سينما لا مهرجانات لا حتى شيء تعيد الفيستيفال ولات من بعيد و... دونك هاني قاعدين نكملوا في اللمسات الاخيره هذه على نار هاديه فيلم ان شاء الله باش يكون مختلف هذاك شنو الناس نقول ما نقولش احسن ولا اخيب ولا ولكن نقول مختلف على السينما اللي شفناها التونسيه مانيش نسلك مانيش نسلك على التفاصيل نتاع الفيلم اما اسكو فما ممثلين صف اول كما نقولوا نحن في تونس ممثلين كبار في الفيلم هذايا هو شوف انا تو عملت 4 كور ميتراج وهذا سي مون بروميي لون ميتراج ديما في الافلام نتاعي جوسكا ماتنو خاطر ما نعرفش الامور تتحرك جوسكا ماتنو لي رول برانسيبو ديما سي دي نوفيلتي وي هذيك الاستراتيجي نتاعي ديما نعطي الفرصه لوجوه جديده او وجوه موجوده ولكن مغموره ماهيش في معناها محطوطه تحت المجهر بالكدا نعطيهم فرصه ولكن يستون قال الراجل اكومباني اي اون كيلكو سورت ايدي باغ دي زاكتور اللي تحكي عليهم انت اللي هما بروفيسيونيل وصف اول بالنسبه للفيلم هذا كيف كيف معناها الادوار الاولى والدور البطل هو معناها ممثل ماهوش معروف بالكل ولكن قريب برشا حياته من الشخصيه اللي يتقمصها ولكن فما اوتور دو لوي برشا ممثلين معناها محترفين وبطبيعه فما تجربه زاده اسي سبيسيال المغني ولكن هو في نفس الوقت عمل وقرا تمثيل في فرنسا وانا فاجئني الحق نتاع ربي اللي هو اكرم مانك اللي هو يتقاسم اكرم مانك لو رول برانسيبال مع الجون هذايا
اوتور دو لوي برشا ممثلين، ليلى الشابي، صلاح مصدقه، لامين النهدي، منصف العجندي، ليلى الشابي كوناج كان قلتها، اي ليلى الشابي. فما صحيح فما ممثلين اخرين محترفين، ولكن لي دو رول لي بلوز امبورطون سي سيف هدايا مناعي اللي هو الرول برانسيبال، وبالطبيعه اكرم ماج اللي هو الى كومباني لو رول برانسيبال. باهي برشا، باهي اسماء كبيره سمعنا بالفيلم، في الفيلم تاع وليد النهدي كيما قلت انت. معلش ما فهمتش عليه في بخي وليد دالي النهدي كيما قلت انت غيان بريس للفيلم هذا، لانه كيما تعرفوا الصاليت مسكره والمهرجانات مش موجوده كل شيء. نرجع لك على عوده المنيار، تعرف علاش دالي خذا سوكسي توا في الكونفينمون؟ لانه الجينيراسيون اللي عمارها وقتها صغار في 2006 من بعد راهو قربت 15 سنه عاودوا تفرجوا، او عندي مثلا لهنا علي عرعود نتصور في 2006 ما تفرجتش في عوده المنيار، تفرجت فيه خمسة سنين كان عمره. تفرجت شوية ليه مش خمسة سنين كمهم كنت نقرأ معنا شوية، وما ليه عودت المنيار بحق عجبني وقت اللي عودت تفرجت فيه في الكبرى شوية. برشا مسلسلات وقت اللي عودنا تفرجنا فيهم سورتو جينيراسيون نحنا كعودنا تفرجنا فيهم عجبونا برشا. شكرا ليك دالي. هو راو يا سهري، هو راو كيما توا الأعمال متفاوتة قبل ولا توا، يعني فما أعمال ناجحة وفما أعمال أقل نجاح كيما توا كيما قبل. في القبل علاش خاطر راه في برشا مثلا ملاحظات تاع الناس والله مسلسلات قبل خير يا سيد. انا جو سوي با داكور دون لو سونس اللي قبل فما مسلسلات ناجحه وفما مسلسلات كذلك مش ناجحه، وتوا كيف كيف فما مسلسلات ناجحه وفما مسلسلات اقل نجاح وما يقعدوا معناها بالحق تذكر كان العمل الناجحه معناها. وي وي وانت ديما ناجح ان شاء الله دالي، وان شاء الله في الاخراج كيما في ربي يوفقك عايش وربي يوفقك بالكيب الكل. ربي فضلك دالي، ان شاء الله ربي يوفقك وربي ينجحك، وان شاء الله ربي يشفي الوالده مدام سعاد محاسن وسي لامين النهدي. بالله تحيه لسي لامين النهدي، رانا توحشنا الضحك برشا في بلادنا للاسف. معكم يا سحري زاد يعاود في الحاجات كتشوت لامين يودي العباد ميته بالضحك. اي الحمد لله بارتازيو فيهم والله لازم. الحمد لله هو بيدو مسرحيه جديده اي في بالي اي مع منصف ذويب اكثر ظروف لا مهرجانات ولا حد شيء. اخويا ربي 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 يحفظنا وربي يسترنا بلادنا وناسنا، وبلادنا راهو ما تستاهلش. مانيش نحكي على الوباء، الوباء هوك على روحه هذاك في العالم الكل، ولكن هل شادين المناصب خويا راهو صدقني يعني نقولها وتحمل مسؤوليتي فيها ما همش في قيمه البلاد هذه كلهم على بعضهم. ما عنديش حتى واحد مختار منهم، انا شخصيا فرحان اللي ما انتخبت حتى واحد منهم، هذوما اللي موجودين توا وجون ايتي سور جون ايتي سور كي جيتي انكابابل. ربي يحفظنا ونعملوا على رواحنا وكاو احنا كشعب كتوانسه نعملوا على رواحنا، نثنيو الركبه نعاونوا بعضنا نقفوا مع بعضنا في الظروف هذيا، حتى اللي ما ينجمش بمليون دينار اللي جاره ناقص حاجه بجنبه اللي صحابه راهو يا صاحبي برسمك كنقول لك هذه بربي اكيد أي جدا 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 راهو في الميدان الفني نتاعنا راهو عندنا ياسر الانفه ولكن صدقني فما ناس ما عندهاش باش تشري القضيه. راهو ساعات ينجم زميلك معاك يراك ويتراك وتقول له صباح الخير ويقول لك صباح الخير وهو حاشم باش يقول لك عندك شي 50000. راهو بربي نغزروا لبعضنا مثال باش يبدا بجنب يقول له خويا تحق حاجه قول لي جاري حق حاجه نكلم صاحبي الممثل اللي نعرفه انا يمثل مره بركة في رمضان وانا في العام ونسال عليه ونقول له صافا شحوالك كاش عندك كره حق اي حاجه اخويا قل لي خاطر يحشم الفنان عنده انفه كبيره راهو من الجم ساعات تبدا مستحق ومن الجم يقول بربي هذي نداء خاصه للفنانين ونصور اللي الناس الكل في اي ميدان راهو حتى صاحبك اللي بجنبك واللي يقول لك على السلامه ما تخسر حتى شيء تقول له تستحق شي حاجه راهو اليوم وصلنا للاسف الشديد علاش قلت لك يا جماعه هذوما الكل انا ماذا بيا يصير الكل خاطر وصلنا راهو العباد جاعت راهو بالحق العباد جاعت مانيش عاد مانيش نحكي على الكونفور مانيش نحكي على الباكونس والكاتر اتوال والسانك اتوال راهو اوجوردي العديد والعديد في سنيبا 80 ولا بلوس دارتيست يسون دون لو بوزوان معناها نغزروا لبعضنا ما يسالش معناها نعاونوا بعضنا وما يسالش نعملوا احلى لي دونور باللي نجموا راه انا مد 10000 يا ربي الحمد لله يا ربي نغزر لبنان نقول له تحق شي حاجه تحق شي حاجه نعمل جيست ونهز له من غير ما نقول له فهمت
شكرا لك دالي. وحاجة أخرى زيادة للتقنيين اللي يخدموا لفريلانسر زيادة اللي يخدموا كان في المسلسلات ولا الأفلام كيف دفع ما فيلم ولا مسلسل لتكنيسيان لزانجيسان لكادرور لماكيوز الكل ذوما والكوستيوم اللي يتعديوا برشا برشا ووضعية صعبة برشا. شكرا لك دالي النهدي كان معنا اليوم. عايشك العاشرة 54